بسم الله يا ابو الروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور جوستين. في الحلقه دي شكرا لك يا رب يسوع على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. شكرا على كل شيء يتعمل، على كل شيء في حياتي تم كويس، الحلو الوحش، المضايقات الاضطهاد التعب الفرح السعادة حزن. المجد ليك يا رب في كل شيء وفي كل وقت. قد ايه ربنا حنين، قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا بيسمح ان الواحد ممكن يتعب، ممكن يحصل معاه ألم، ممكن يحصل معاه مضايقات، ممكن يحصل تعب من ناس كتير مختلف الأصعدة، لكن يظل الصديق الأوفى الله. وبعديه الله بيبعت ليك ناس، ممكن يكون ناس من عيلتك، ممكن يكون ناس من أصدقائك، ناس تقف جنبك، ناس بتساعدك. يعني من أكتر الناس بيساعدوني والدتي، تشجعني، في صديق عزيز عليا جدا لو قال لي اقول اسمه هقول، من احلى الناس اتعرفت عليها يعني حقيقي، والواقف جنبي جامد. في اختي في صديق تاني ساعد جامد بس مش للدرجة، وعند الوقت خلع. في مراحم ربنا كبيرة قوي في الخدمة، كنت بمر بمحاربات شديدة جدا جدا جدا، زي ما في أحد الفيديوهات اتكلمت وقلت إن تعبت قوي من إن أنا خدمة كل سنة كنت بتحارب، ما كانش في حاجة، سنة بتمر كده عادي، لكن ربنا سمح لي أنا أخدم في أماكن كتيرة. في وقت مريت بتعب مادي رغم اني كنت شغال في شركة حلوة وكنت واخد فلوس حلوة، بس اتظلمت في ترقيتي، تم فصل تعسفي، اضطهاد كان صريح لأنه كان بيجيب ناس عشان مش مسيحيين بس بيرقيهم، حتى لو خبرته سنة واحدة ولا خبرة زيرو، وأنا كان خبرتي حوالي ساعتها نقول 7 8 سنين، اديلهم مرتب أعلى ويديهم في نفس الوقت فلوس أعلى ولا لأ؟ لكن أشكر ربنا كله للخير. ربنا حنين، ربنا بيدي فرص، ربنا بيدي مكافآت، وأخيرا بيدي مكافأة، هو اداني مكافأة حالا دلوقتي. ربنا بيتمجد مع الواحد دايما، وهو يظل أمينا حتى لو خدناه. وده الفيديو عامله شهادة لكل الناس اللي بتشوفني. درجة الأمانة برضو مش عمر ما حد هيبقى 100%، وجايز ممكن وقت تبقى ناقي نفسك 0%، لكن ربنا أمين 100% دائما، أمانته لا تتوقف على أمانتي.
شكرا يا رب جزيلا، فيتمجد اسمك، رابع محبة، مشاركة الفيديو، عمل لايك وتعليق، وأشكر ربنا قبل بداية السنة الجديدة. شكرا لحضرتك.